هنروح لزميلنا شريف شعبان ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. من جديد بجدد التحيه كابتن ايمن ولضيوفك ولكل جماهير النادي الاهلي. ميلو مبروك طبعا فوز النادي الاهلي على فريق الانتاج الحربي بثلاث اهداف مقابل هدفين. معي مدرب النادي الاهلي الكابتن سامي قمصان. بقول لك كابتن سامي الف الف مبروك فوزكم على فريق الانتاج الحربي العنيد اللي عمل جيم كويس طبعا. ودي الاول يعني اهداء لكل الناس اللي امبارح كلمت وقالت اللي ممكن يبقى حاجه تفويت ولا ما يعرفوش ان النادي الاهلي بيعلم مدربيه ان الشرف والامانه قبل اي حاجه. طبعا ودي الحمد لله يعني اي حد بينتمي للنادي الاهلي طبعا بيتربى على كده. كل طبعا الاحترام لكل المدربين، كل واحد بيبقى همه اللي هو يكسب ودي حاجه طبيعيه، لكن في الاول والاخر دي كوره وكل واحد مدرب بيهمه اللي هو يكسب ويعمل تاريخ لنفسه، خصوصا لما بتلعب قدام الفرق الكبيره يعني. لكن هي دي نغمه تعودنا عليها الفتره اللي فاتت، لكن احنا بنركز في شغلنا ونركز في حياتنا ونركز في الهدف اللي احنا بنسعى له. طبعا مبارك للعيبه والجهاز الفني وجماهير النادي الاهلي على المباراه. معلش انا عارف انها كانت عصيبه وعارف كانت مباراه صعبه علينا، يمكن احنا اللي صعبناها على نفسنا شويه، لكن الحمد لله اللي ربنا اكرمنا بثلاث نقاط مهمه جدا بالنسبه لنا، والحمد لله استمرار رجوع الثقه تاني. لكن برضو انا بلتمس للعيبه العذر يعني، ممكن كابتن ايمن محللنا عارفين انا اقصد يعني اللعيبه، يعني انا مش عاوز اقول يعني مجهده، لا اللعيبه فعلا عملت مجهود بدني كبير جدا الفتره اللي فاتت. وبعدين انت بترجع بتلعب كل ثلاث مباريات، وبتبقاش انت عاوز برضو تغير كتير في شكل الفرقه عشان ما يحصلش برضو عدم الانسجام اللي بيبقى الفرقه، فبتبقى انت مضطر في كذا تفكير يعني، ان انت مهم ان انت تريح اللعيبه معظم اللعيبه، وفي نفس الوقت تضيف عناصر ثانيه تكون عايشه برضو نفس الحاله الفنيه اللي اللعيبه لعبت بيها. وده اللي بنحاول نعمله. يمكن النهارده حمدي مش موجود، كان الماتش اللي فات ديانج مش موجود، الماتش اللي قبله الماتشين كان سليم مش موجود، شريف النهارده بيريح لانه كان برضو عمل مجهود بدني كبير، حسين النهارده لسه راجع برضو من اصابه فبتحاول تدي له دقائق برضو، ولعب باك رايت عامل مجهود مضاعف. لكن انا طبعا بعتذر لهم طبعا على الـ يعني الضغط اللي احنا عملناه، لكن ان شاء الله اعتقد ان ده درس كويس لينا وتجربه كويس لينا وللعيبه برضو نفس القصه اللي احنا نتعلم منه. ولكن الاهم زي ما قلت لك الثلاث نقاط مهمه جدا، عوده الروح مهمه جدا للعيبه، اصرارهم ان هم عاوزين يكسبوا برضو لحد اخر دقيقه، بترجع الميزه او الحاجه اللي انت متميز فيها من سنين جدا من سنين كتيره جدا، بشكرهم برضو عليها. لكن بقول لهم اللي جاي اصعب، بحذرهم بحذر نفسنا برضو احنا كجهاز ان اللي جاي اصعب. مباريات كلها خلاص انت بتتكلم ان بيبقى يعني النهارده كان الفرصه الاخيره لفئه الانتاج اللي هي تلحق برضو اللي هي الفرق اللي هي سابقاها، عشان كده كانت صعوبه المباراه، عشان كده برضو التوتر اللي حصل في نهايه المباراه، ولكن ده امر طبيعي. اعتقد المباراه صعبه، كل المباريات صعبه لينا، مش قصاد النادي الاهلي بس، لكل الدوري يعني. اعتقد ان الفرق كلها مصممه اللي هي تعمل تقاط لحد اخر وقت، وده حاجه طبيعيه وحق مشروع لكل الفرق. لكن اعتقد ان احنا اتعلمنا ان احنا لازم نكون اشرس ولازم نكون احنا عندنا دفاعيه اكتر ان احنا نكسب ونهي المباراه بدري. طيب كابتن سامي، امبارح في تمرينه امبارح عملت محاضره فنيه واتكلمت عن نقاط القوه والضعف الفريق الانتاج الحربي والغلطات اللي وقعت في ماتش البنك الاهلي، والكابتن خطيب اتكلم مع الفرقه وكابتن موسيماني ومدير الكره الكابتن سيد مع الفريق واتكلمت مع الفريق واحرزنا هدف والمباراه رايحه لينا ومنضيع اهداف. نفس سيناريو البنك الاهلي بيخش فيا هدف وبيكهرب الدنيا، لا والنهارده الاصعب بيخش فيا هدفين كمان وبيخليني بقى بدل ما بتعادل متاخر كمان بهدفين. ممكن اللعيبه اللي موجوده في المنتخب الاولمبي تاثر على مستوانا، ولا في حاجه غلط في الفرقه؟ الضغط، التربص اللي على السوشيال ميديا الفتره الاخيره من تصريحات منسوبه لموسيماني غلط، لهجوم على بعض اللاعبين، ناس رايحه مش عارف يمين وشمال، وفي عدم يعني في ضغط على النادي الاهلي وفي تربص على النادي الاهلي، ممكن يعمل كل دوت ولا المشكله فين؟ بص خلينا نتفق الاول، احنا كل مره بنقول والراجل بيتكلم في كل مره في النقطه ديت، ان احنا عندنا ثقه في كل اللعيبه يعني. مفتقدين لعيبه مؤثره خصوصا في الخط الهجومي، لكن احنا عندنا ثقه كبيره جدا في اللعيبه الموجوده. كهربا سواء كهربا جونيور بوالي النهارده بينزل بيسجل، مروان النهارده بيقاتل برده مش وحش النهارده نفس القصه. فخلينا نبعد النقطه ديت يعني. النقطه الثانيه انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا يعني، ان السوشيال ميديا بقت حقيقه اسلوب حياه دلوقتي، كل الناس بتتاثر بالكلام، كل اللعيبه بتتاثر بالكلام. ممكن ده اللي بنحاول نعمله على طول، واللي كابتن طارق الخطيب بيحاول يتكلم فيه، اللي انت تحاول تبعد اللعيبه عن الضغط العصبي ديت. لكن انا عاوز اقول حاجه مهمه جدا يعني، ممكن كابتن ايمن يتفق معايا وضيوفه، ان احنا ابطال افريقيا، ان احنا محققين بطولتين افريقيه في وقت قليل جدا، ان الجيل دوت الحمد لله عمل اداء كويس جدا سواء في الدوري وفي كاس وفي سوبر ثالث عالم،
فانا مش عاوز اقول محتاجين دعم، لا احنا عاوز اقول ان دايما جمهور النادي الاهلي بيدي الثقه للعيبه دي، مش مجرد تعادل مباراه ان الناس تبدا ان في النقد او تبدا اللعيبه ديت لا مش هم لعيبه، بالعكس خالص احنا مش عاوزين نمشي مع النغمه ديت. جمهور النادي الاهلي واعي جدا، جمهور النادي الاهلي عارف ان بطوله الدوري ما بتتحسمش بماتش واحد، لسه عندنا مباريات كتيره جدا، ممكن يبقى في تعصب للمنافسين، ممكن يكون متعصب لينا برده في بعض الاوقات، لكن اهم حاجه اللي احنا بناكد عليها دايما ان احنا نلعب بروح النادي الاهلي، وهي دي هي دي النقطه الفاصله بالنسبه لنا. اللعيبه بتحاول الحمد لله، من النهارده اصرار رهيب لحد اخر وقت، دي حاجه كويسه جدا يحسب للعيبه. فانا عاوز دايما جمهور النادي الاهلي زي ما كان ورانا وكان دايما بيدينا الثقه وبيدي اللعيبه الثقه اللي هو دايما يكون ورانا يعني. انما النغمه اللي انت بتتكلم عليها بتاثر، طبعا بتاثر يعني، انت بتتكلم ان فرقه لسه واخده البطولات دي كلها وناس بتشكك فيها، طب المفروض اللعيبه دي تعمل ايه؟ لكن انا بطمن جمهور النادي الاهلي اللي احنا عمرنا ما هنفرط في بطوله الدوري العام، انا عارف ان هي البطوله المحببه لجمهور النادي الاهلي، وانا عارف ان جمهور النادي الاهلي ما بيشبعش بطولات، واحنا نفس القصه واللعيبه دي نفس القصه، محتاجه تعمل نفسها تاريخ كبير ومحتاجه توصل لابعد مكان في البطولات عشان تفرح جمهورها وتفرح ادارتها وتفرح وتعمل تاريخ نفسها ولاولادها ولعائلتها، فدي حاجه لا خلاف عليها يعني. لكن برضو كل مره بكرر ومن خلالك ومن خلال كابتن ايمن ومن خلال كل جمهور النادي الاهلي ان احنا محتاجين دعمكم يعني. اللعيبه التمس العذر ليها الفتره اللي فاتت ديت، ممكن يكون في تعب شويه، انت عارف شد العصبي، وان انت بتلعب في بطولات كبيره جدا، بتسافر وبتلعب تحت ضغط عصبي، بتلعب فرقه برضو يعني بلغه الكوره رخمه في الكوره، فبتبقى محتاجه منك مجهود بدني اللي انت بتفصل بين البطولتين، اللي انت تقدر تفصل بين البطولات برضو، دي حاجه مش سهله نفسيا. يمكن احنا بنحذر كل اللعيبه قبل كل مباراه والكابتن نفس القصه، لكن برضو خلينا نقول ان دي حاله نفسيه، حاجه نفسيه محتاجين برضو ان اللعيبه تتعود عليها اكتر، ودي الحمد لله اللعيبه الحمد لله يعني برضو بتقدر تفصل الحمد لله كويس، لكن مع الفصل دوت محتاج الدعم، محتاج اللعيب ده يحس ان دايما لا جمهور النادي الاهلي وراه، حتى النهارده لو النهارده ما كانش موفق يبقى بس ان شاء الله المباراه الجايه هيبقى افضل وافضل، هو ده اللي احنا محتاجينه. استعد ازاي لماتش اسوان اللي يوم الخميس؟ خلاص كلها كمان يومين ثلاثه، يمكن برضو دي من الحاجات الاسباب اللي احنا نسينا نقولها، اللي هي ضغط المباريات برضو، نفس القصه اللي انت ما بتلحقش تعمل حتى استشفاء اللعيبه. يمكن عندنا بكره راحه لان اللعيبه عملت مجهود بدني كبيره جدا، ما خدناش اجازه الماتش اللي فات، محتاجين ان احنا نريح طبعا بكره ونبدا ان شاء الله من يوم الثلاث ان شاء الله بتحدي كبير. هتعمل ريكفرنج ولا هصلح اخطاء ولا الفكره برضو اللي الناس برضو بتبقى يعني ما بتبقاش واخده منها قوي، ممكن الناس تتكلم في روتيشن والكلام دوت واللي انت تقدر تغير، لكن انت بتبقى برضو يعني غصب عنك اللي انت مش عاوز تعمل يعني تغير في مراكز كتيره في الفرقه، عشان انت بتلعب برضو باسلوب وشكل ما صدقت ان انت اللعيبه تستوعبه يعني. لكن برضو الحمد لله النهارده اللعيبه اللي بتخش واحده واحده، الحمد لله النهارده كهربا بدا احسن شويه، وحيد بيخش كويس، ياسر الحمد لله كويس، ديانج الحمد لله كويس، فاحنا بنحاول نعمل التوازن دوت والراجل بيحاول يعمل كده، لكن ان شاء الله نوعدكم ان شاء الله يعني ده وعد مننا ومن الجهاز الفني ومن اللعيبه ان احنا ان شاء الله هنقاتل لحد اخر لحظه عشان نحقق البطوله ان شاء الله المحببه لجمهور النادي الاهلي. مليون مبروك، اغلى ثلاث نقاط، وباذن الله باذن الله باذن الله ثلاث نقاط اليوم هم مفتاح الدوري باذن الله. باذن الله باذن الله، دايما الاجوان اللي بتيجي في الاوقات اللي زي دي بتبقى مؤشر من عند ربنا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن سامي مبروك. شكرا شديد. شكرا كابتن ايمن، ده كان لقائنا مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. مليون مبروك طبعا لحضرتك ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، فوز كبير على فريق الانتاج الحربي بثلاث اهداف مقابل هدفين. اعود اليك من جديد كابتن ايمن.